أنجزنا لكم مع نور قعثماني. تحية من القلب بقدمها لكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، على أمل تمضوا برفقتنا أطيب الأوقات ضمن حلقة اليوم من أنجزنا لكم، مع تحيات زميلنا روي جبور على الهندسة الصوتية. إذا كان الفكر الإنساني هبة من الرب، فكل إبداع بشري منه إلا تمجيد لهالنفحة الربانية وتكريس لأسماء تخطى فنن حدود المهنة الكلاسيكية لصاروا شركاء بنسج الحضارة على مساحة الوطن والعالم. الياس الرحباني دندن مع الأيام معزوفة عمر وعصد نغماته ورقصت الكلمات بغوى بين زنود الغيم قبل ما تنسكب برقة ع مملكة الصبح مثل خيوط الفجر لما ترسم طريقة بصدر العتمة دروب وهج وتخربش ع خدود السما حكاية لحن ونغم. ولما يتمتم المدى لحن مغروس ببيادر العمر تسكت الدنيا لتصغي للنور المغمور بسحر اللحظة والمنساب جداول نغم صافية كأن ترنيمة صلاة رتل القلب بدفى ورندحت أشفاف العمر بلا حكي وأبجدية. وحدود ورق هزم الزمن وسجد عمركع الكلمة القادرة تغلب كل قدر وتغمر كل قلب انحنى بحضرة سلطانة لصارت الدنيا لألم ومحبرة وخلى البريء يعربش على كل حرف ويزنر كل كلمة وشوش قلبه للورق. الموسيقار الدكتور ياسر رحباني يميت هلا صباحو. بدي اشكرك كتير على المقدمة، مرسي. انت اول مرة بتعرف عليك وقريت شوي بكتابك هيك، يعني بهنيكي على كتابتك الشفافة كتير. شكرا. شكرا لك. لما نقول رحابني منكون عم نحكي عن يلي قدسوا الحرية الممزوجة بروح الأرض، غنوها وتغنوا فيها، عشقوا بلاد الأرز ورندحوها بلحن القلب وعزفوها عوتار الفكر قبل الكلمة والنغم. ومدرسة الياس الرحباني تركت بصمة خالدة، قدي ترك هالبصمة وسط إمبراطورية من الإبداع والبصمات شكل تحدي لحالك قادك لهيدي المسيرة والمجد. بدي أقولك بالبدايات ما رح نرجع لكنا صغار، بس لما بدأت بعد ما دراستي الإشي السيانس ميزيكال يعني العلم الموسيقي مع اثنين أساتذة فرنسوية شي 13 سنة، أنا بدأت بكير المسؤولية لأنه بال19 صرت ألف وصار عندي 4 قارات معي، هي قارة أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا بالنسبة للأغنية الإعلانية اللي هي تصوري بدك تكون مسؤوليتك أمام هذه القارات، لأن ما حدا بيعمل كان إعلان مغنى مش موجود أصلا، لأنه هديك الأيام ما في إذاعة كانت تبث إعلانات إلا مونتي كارلو بفرنسا. فأنا صار اتصال، تعرفت على أحدهم كان يجي ع بيروت وبلشت صار كله يروح على مونتي كارلو، ما كان في هون أجنسية أبدا، ما كان في يعني معلنين، ما في شيء ابدا. هاي عم تشوفوا هلا الحياه بالياني هيك، لا كانت هدوء ما كان في شيء. وانا لما بدات بقوه، لانه اليوم بحب اقول للشباب وللاهل لما بيقولوا هيدي شبابيه يعني تيعطوهم عذر للولاد يكونوا غلط، انه هاي موسيقى شبابيه، بتقول لك امه قلت لها ما في مدام، ما في موسيقى شبابيه، الموسيقى تدخل الى احشاء المراه ولو هي حامل بعد 3 أسابيع بس تسمع هي موسيقى، هاي عظمة الله أنا بعدها والعجوبة الكبيرة، هاي إنه الولد جوا عم يتأثر بيتفاعل مع الموسيقى بالموسيقى، يعني ما عنده صغيرة وكبيرة. نعم. مثل ما بيقولوا نحن كنا أولاد وشباب و15 كنا نسمع الموسيقى الحلوة
الأغاني الفرنسية الحلوة وهي كنا رزق الله على لبنان يعني كان مثل أوروبا، كنا بعدنا بالمدرسة يعني بالخمسينات وكذا ودليت لدى 74-75 الأمور. إيه كانت نسمع روك. بحب أقول لك نور عم بيغلطوا كتير وحتى العالم غلطان، وبقدر أقول لأنه ما حدا فات قدي لا بأوروبا ولا شيء على بالتسع سنين كنت فوت، لأنه ثاقبت أنه عندي خيان أكبر مني ب 14-13 سنة. فكانوا ياخدوني لما بكون في مدرسة، صرت عم بشوف الحياة التكنولوجيا، لأن أنا بالصوت من اللي غيروا أنا ونبيل ممتاز وعيش بباريس هلا غيرنا، لأن بدأت الموسيقى مع العربي موسيقى الفرنسية والإنجليزية والإيطالية بالعشرين سنة، وكانت الأغاني ما كان في سرقة، كانت شركات العالمية ببيروت مليان يعني في 5-6 هول كبار كانوا ياخدوا الأغنية ويبيعوها على كل المنطقة ووصلوها لمصر لسوريا لحوالينا دول تانية. فكان الإشياء في فرح بالحياة، لأنك بلشت مش انه وحدة تعلمت او غني، لا من اول ما بلشت وبعدين عملت كونترا، عملوا لي كونترا اذاعة البي بي سي اللي هي اهم لهلا بعدها من اهم الاذاعات، هي ما كان في غيرها، واذاعتنا كانت كتير خفيفة ماشي، هاي الاذاعة لكل الشرق الاوسط حتى افريقيا. عملت اول كونترا اول عمر العشرين 40 اغنية كلاما ولحنا وتوزيعا وسكتشات يعني قصص صغيرة بقلب تحط فيهم الأغاني. هيدا عرض من عمل لحدا لأنه في ثقة كان يشوفوني عم بعزف وصرت أقعد معهم بقى يا ستي. وبلشت عملت 3500 إعلان، يعني المليارات اللي كانت عم تنباع من الفار إيست من أوروبا من كله متكلين على واحد عمره 20 سنة وما فرجي حالي. لأن إذا شافوني بيقولوا مع مين عم نشتغل يا تعتير يا ده الولد بشو. بس ما يشوفوا صوتي تخين على التليفون يحكوني احكي أنا من صغير بقلد yes I beg your pardon okay okay أنا يقولوا إيش يا الرجال يحسبوني 50 وهي واحدة من الإشياء اللي بالشرق ساعدت كتير بالأموال، إلا أنا يعني ما ساعات لأنه دولتي بتسرقني للأسف ما بيحافظوا لنا على شيء، ولا جبران ولا نعيمي ولا بيت الرحباني ولا زكي نصيف ولا في كل المؤلفين الملحنين مهضور حقهم، نحن أقل من حشرة في هذا البلد في هذا الشرق. مؤسف كتير لأنه ما عنا أي شيء أمن حياتنا، يعني بتصالي على أسود أسود أسود، كل ما كبرتي وتحبي بلدك بتصوري عم يسود الدنيا قدامك. أنا عم بعطيكي هيك الأشياء يمكن ما بدك تسأليني بس حبيت أعطيكي. وبلشت الموسيقى وبلشت وموسيقى ما كان في بالشرق، في شرقي موسيقى شرقية لرأس الهز يعني. جيت عملت هاي الحضارة اللي بأوروبا صعبة تنعمل بدون كلام، صرت بيع أهم مطربات ومطربين لنجح النغم وحفظيها كل العمر. بس يحكيكي حدا إذا ما في نغم ووزع ما وزع، أنا بوزع درجي بأوروبا لما أربح عم بربح على التوزيع وعلى الغناء وكل شيء، ما نم سأبي يعني 7-8 مرات ما نم سأبي مع أكبر مؤلفين كنت رايح أتفرج عليهم أنا أربح أنا مع المغنيين اللبنانيين. فمن هالناحية بزعل بتأسف على ما بتعطي أنت كل العمر. أنا من عمر 20 سنة على الإعلام يعني، بس بلش تلالي بون كنت من الأولين ياخدوني لان حك وجهي كتير، ياخدوني يسلي الناس واطلع واحكي ساعة وساعتين، وما في إذاعة ما في تلفزيون إلا ما تعلم فيه، وما في جريدة كانت يطلع مجلات إلا بحب. هيدا بيعطيني فرح داخلي لأنه الله فرح. وعندي خط حزين كان تقريبا من 76-96 لأن صرت قول بفل ولا بدل بلبنان، لأنه اللي عملته والربح اللي قدرت عملته كنت عم بربحه دايما، كنت فيني على القليلة أقعد بال76 لأنه سنتين ثلاثة صرت مستعجل. بس قالوا لي الفرنساوية شو بدك نحن بتعمل، انت حرام تكون بس بالشرق بدك تكون بالعالم، لأن عمل أغاني أكثر عدد من أي ناس أوروبية باللغات الأجنبية. بس الحظ رجعك على لهون تحضرنا 38 سنة حرب
مع الأسف. ودلينا قاعدين، أنا افتكرت أنه منرجع جابونا السوريين بالدبابات، ما كان في طيران هون، مسكر المطار، جينا بهالحشرة. كنت بقالي شوي، لا ومش شغلي، وكل شيء اللي بدي إياه الحلم تبع فرنسا. بحب أنا باريس، انشأت على الأغاني الفرنسية اللي هي أجمل ما طلع بعد الحرب العالمية. ودليت أطلع ليه بتلاقوني بيحكي عن بكفية وباريس، بعمل مثل هيك كأنهم سوا بشوفهم، لأن كنت اسمع الأغاني الفرنساوي ببكفية وضباب، وبيحكوا دايما ضبابية تبع باريس حلوة، تبقى لوسيان دوليل هاي من أول ما سمعت. نعم. عم بتقول مثلا أنا قاعد والشباك عم بفوت منه الضباب بكفية، لك شو هالصورة الحلوة بالعشرة واثناشر سنة، وعم تقول جو فيان دو فيرمي ما فنتر لو برويار كي تومبي غلاسي. شوف أنا أنه هالضباب عم تنحفر بعقلي أنه هاي عم يغنوا مثلنا، عم تغني أنه الضباب فيت لعندون. أنا صرت تكبر معي الأمور، صار عندي حنين لا باريس وبكفية قبل ما أشوف باريس، خلق التناغم يمكن بين بكفية والمدينة الفرنسية. مزبوط، لأنه شوف ببكفية كتير حلوة، بعدها محافظين على الرومانسية طبعا. ونشوف هيك ناس قاعدة وضباب حلو، أنا بحب الضباب، كانوا يحطوا على الطرقات ديسكوتيك تمشي أغاني فرنسية وأمريكية، ما بعرف منين تيجي الأمريكاني من أجمل الأغاني، بس الفرنساوي كتير. ونسمع هالأغاني نحن بعمر 14 بنات وشباب عم نمشي بكفية هيك، والديسكوتيك هي تحط هالأغاني، أغاني المغنيين الكبار تبع فرنسا، ويجونا عبر ضباب شفاف يعني، والحب العذري البسيط يرمى مع هالاشياء الحلوة. من يومتها صارت بكفية وباريس سبب، او هو نور الشمس اللي بيعطيني بس بدي اعمل شيء بيجي هالشي قدامي. هناك اجماع لدى كل اصدقائك والمقربين منك انه جواتك طفولي ما قدرت سنين العمر وهموم الحياه تسرقها. اذا بدنا نرجع زمنك لورا ونرجع ليسرح بين طفل بين انتلياس وبين ضباب كفية اللي كنت عم تحكي عنه، قدي هالمشهد الطفولي بيرافقك وبيلازم ابداعك. مزبوط، هاي الوحيده اللي باقيه اللي بتهزلي هيك، بس فكر بدون انتباه تحضر قدام الصورة، ما أنت مش ضروري تفكري تكون مطبوعة. بتعرفي باللاوعي، هلا بتشوفي بالكتاب هاي اللي بدي أقدم لك، بتشوفي المواضيع كتير كتير غريبة، مش مواضيع عالية ولا تسلقي أبدا أبدا. يعني بعد ما عم نجتمع مع ناس مفكرين وناس من باريس وقالوا لي هاي عامل في سيدي هي بتعلم فلسفة باريس، هلا إجت لهون بضمنهم. كنا قاعدين نحن كل سبت عنا مجموعة من 30 شخص تقريبا من جميع الأديان المفكرين، نقعد بأوتيل، مش أوتيل، قهوة بأوتيل بالرابي، نشبع هونيك رومانسية كمان وسنوبر، ومنقرأ شيء أو منضحك أو منتسلى. السبت الماضي كانوا عمي أي مهل، وقالت أحداهن أنا عندي خلق جاي مش من شيء، جاي هو فيه مثل اخوتي. نحن ثلاثه قالوا لنا مين اثر عليكم؟ ما اثر شيء، اثر حنا عاصي اللي خلفنا، هذا عنده جان سائب، مع انه بي كان جوهرجي يقولوا لي، لانه مات بي كان عمري 5 سنين. نعم. وكان عنده مطعم، شوف الجيش الفرنساوي انا بعدني فيه عم ياكلوا عنده، بس يدق بزو اوقات وحده، شوفوا عم يدق بزو، بس مش هال بده يكون جان من هالبيت. تطلعوا كلهم، حتى أولادنا كلهم طلعوا ورستوا هالبلكة منه. ايه غريب شو قوي، بس هاي علامة. ما كنا نسمع، ما في موسيقى، الناس محسبة انه مثل هلأ انه ببساطة بتعدي وبتسمع، ما كان في راديو معنا، كان كل شيء اصعب من زمان. ايه اصعب. انا تقلك كان بعمر 3 سنين أو 4 سنين، الولد بهالعمر لا يسأل من اين تأتي الشمس والريح والليل والموسيقى. لما كنت قاعد ببيت هيك حد دير مارلياس بأنتلياس، ما كان في هوني، كان في مدرسة للرهبات طابق التاني، أنا وقاعد ما فيق على أهلي، فيق أنه أنا بلعب بالحجار، حجار جيبوا لي هنا عن بحص من البحر، مشان ما كان في حدا يشتري أوتوموبيلات ولعبها، وما تعقدنا وطلعنا مثل ما طلعنا، بس نقول أنه مش هالقد نخرع الأولاد الجداد. كنت اسمع صوت مع هالشمس ومع كذا، وأنا عم بلعب اسمع صوت جاي
من شبابيك الرهبات. ما أعرف شو هو، أنا ماني عارف من هونيك جاي، حسب من عوامل الطبيعة أنه بيجي مع الطبيعة. بعد 3 سنين لما صار عمري 7 سنين وتوفى بيي، ما بعرف أختي كان يشتغل عاصي بوليس بلدي بأنت الياس، ومنصور ببيروت كمان بوليس. ما عرفت كيف قدروا اشتروا بيانو، وشوي شفت أختي عم تدق فجأة على البيانو، عرفت هذا الصوت أنه هذا هو. لهلأ ما قلت لها، اكتشفت واحدة أنه هذا الصوت اللي كنت تسمعه. إيه حلو كتير، يعني كقصة بتطلع قصة حلوة. أكيد تاري هي كانت عم تدق على القطع الحلوة اللي هي رومانسية كتير، وصرت أقعد بلش تعلمني على البيانو. بعدين جابوا لي أستاذ روبيار، دل معي 5 سنين أو 6 سنين. بعدين إجا ميشيل بورجو، كلهم فرنسوية، وكمل 13 سنة، وبدأ حياتي اللي خبرتك عنها بالأغاني وبالموسيقى، وما توقفت أبدا. صار عندي بباريس 6500 عمل من جميعه، من الكلاسيك للأوبرا للإنجليزي تلياني فرنساوي وعربي، وبعدين الإعلانات 3500 إعلان. يعني هذا الرقم ولا حدا بيعمله، حدا عمله بالعالم، لأنه مش عاوزين. بس أنا عندي فايد أوقات لما بقعد باستوديو وبلاقي كيف البلد واقف، خصوصا نحنا أنا كأنه في إرادة. كانوا تهو الشركات اللي قلتلك عنهم، باتي ماركوني، فيليبس، بوليدور، ديكا، هو كنت أنا مستشارهم، كان عمري 23 سنة. من هيك كان الإنتاج نظيف، بفهم تكنيك، بفهم تسجيل، بفهم بالحسابات. ما حدا أبدا قرش ما يزيد اللي قلن ياه شو بده يكلف. هاي صباح، فيروز، وديع الصافي، هو دلينا نحن وياهم. لا لا، للـ90 دلينا نقدر نعمل شيء على القليل، ما نجمد. لأن عندي هلأ غير 6500، عندي 350 هلأ بين أغنية وموسيقى وكل شيء باستوديو، مقبورين باستوديو. ليه؟ لأن اجت شركتين ثلاثة سكروا، 2 بقيت واحدة، هاي الشركة احتكروا السوق كله. ايه فلوا هوديك، مش سكروا، فلوا الشركات الأوادم. ليه؟ عرفوا انه في لعبة مش مضبوطة، عم بزتوا مليار دولار يعني تسلي، وانضرب العقل العربي. هلا كم سنة؟ 20-50 سنة ما لن يرجع الا بيسمحوا لي يفتح الطريق. انا بسوبر ستار وقفت، هي 5 سنين وقفت الغنانة، رجعت كل العظماء بدنا نقول اللي بمصر واللي بلبنان، لأنه هو أكتر شيء اللي كانوا ماشيين بالعالم العربي من أيام نحن وصغار. رديتهم ليه؟ لأنه قادر أحكي من إعلام، وعندي الحرية الكاملة كانت بالفيوتشر، وعملنا الأغاني، وقفت كل الأغاني. صاروا ينفحصوا بيشو، وهلأ درجي اللي بدون يعملوا برنامج، شفتي ما بقى يضيعوا، ما بيغنوا شو ما كان من هول الأغاني كلهم سوا، ما بيغنوا لهم، بيغنوا لأم كلثوم، لوردة، لعبد الوهاب، عبد الحليم، فيروز، وديع، كل المناح. بس ما خلونا نكمل، لو كملنا أو لو إجا حدا وقف حدي، كنت أنا أكيد قلت لهم أنا برجع لكم الشرق بشهرين. تعتبر الموسيقى السر الأعظم بكينونة الله واللغة الناعمة اللي بتلطف الروح، ومن خلالها أدركت مدى عظمة الرب وتقربت منه أكتر. قديه فعلا قادرة النوتة الموسيقية ترفعك من حالة الهبوط النفسي وتخليك بإيمانك تشفي حالك بحالك؟ عم تقولي لي سلف قبل ما تقرأ كتابي، لأنه في قطعة اسمها كيف نحصن الله. نحصنه مش نحسنه نعمل له مكياج، لا الله لا، كيف نحصن الله. لأنه انشغل فكري من 5 سنين عم بقرأ بجريدة مكتوب شي تركيبة كيميائية ما بنفهمها كتير، بس شرحوها تنفهمها. قال هذا الاكتشاف أقوى من الذرة 100 مرة، يعني بيخوف، بيخوف من أي ناحية، مش قتل، على الاكتشافات. فإذا الله عطينا القوة لنكتشف كل شيء ونوصل يمكن لقبله بشوي. وكتبت هاي الدراسة تاخد شي 3 دقايق ونص، واجتمعت برجال دين، واجتمعت بسفير الباباوي، وحكيت. لأنه بحب قلك وصل الله لمطرح بالنسبة لأوروبا، لا يعني كل اللي ساعدوا المسيح اللي كانوا حواليه، بطرس، بولس، كده، قلت له أنا
آخر همي أنا بهمني واحد اسمه الله. نحن ما بدنا القديسين أوكي كابورال وسوليتنا أوكي بس هو الله كل شيء. بعدين بنجي على القديسين نحن على أنه عنص ما شاء الله يعني ما بيخلصوا. بس أنه مش هاي اللعبة، اللعبة الكبيرة هو الله. أنا خفت على الله وانصراحة لأنه نحن بنعمل الله أو لا. إذا لكي ببلدان معينة ملحدين ما عملوا الله. وهي نظرتك بتقول أنه العالم بيعموا الإلحاد اليوم. مزبوط. اليوم الكنائس بأوروبا نايت كلابات. ليه؟ لأنه أنا حكيت رأيي وما قلوا بشكرهم رجال الدين لأنه عرفوا أنه أنا الأد مخلص. بيقدروا يقولوا لا مش مزبوط بس طلع مزبوط. تقولون كل اللي كانوا من رسول ومن أيام اللي كمان نبي محمد ليش صار في مشاكل؟ أنا اليوم حكيت نص ساعة عن الإسلام لأني رابي بين الإسلام لا. وبحبهم لأنه بحب أقول اللي بيسمعني اللي بده حقيقة يكون ابن الله بده يحب كل أهل الأرض وما يتفلسفوا ويفتوا عزوقوا كل واحد تيصير فيه مشاكل وحروب. لا النبي محمد كتب عن عملوا حروب ولا المسيح، فإذا لا عندنا حروب. كل المدينين عملوا حروب مش هيك؟ لأنه هذا دين غلط عم يحفظوه مش مثل ما بيقولون الدين. لأن لو بيوقفوا مع المسيحية مع المسيح يعني نحن نعتبره الله هيك الفاهمينه، فإذا ما بتعمل حرب. أنا قلت لهم ما في مسيحية بالأرض، يمكن في شيء مية، لأنه كلهم عم يخترعوا دبابات للقتل وطيران للقتل وسكاكين مسمى مش يطبخ واحد وكذا. هيدي عندي كتير. فلهالسبب لم يستطع الله أن يعبر هذا البهاء المعرفي والتقني في عصرنا. وين إجا؟ ما عاد في عنده الكنيس نايت كلابات. وهيدي شيء بيخوف لأنه هلأ الناس مع الله وبيقتلوا وبيسرقوا وبينهبوا، كيف إذا فلتت مع ما يكون عندهم الله؟ أي في عتب على إصرارك أو قناعتك بمخاطبة الله عبر الموسيقى، فكان العتب أنه أدياننا منا أديان قائمة على الموسيقى، هون شو بترد؟ أكبر غلطة أنا حاطت بإحدى القطع الله والموسيقى توأمان وشرحهم، واللي بده هاكي يتلفن لي ويقرا الموسيقى ولدت ما فينا نقول ما لا نهايه ولا بدايه، ازليه ابديه. هي ازليه ابديه وهي ولدت والله اذا بدنا نحكي جعلها شعبيا اكثر منه، لانه 7 مليار بالعالم اللي بيحبوا الله او بيعتقدوا بالله هن دينين، يمكن ما بعرف إذا في شيء دين تاني، الإسلام والمسيحية. شو بيطلعوا 3 مليار؟ 7 مليار هوديك كلهم شيء بوذية، شيء مثلا ملحدين، شيء يسار اللي ما بيأمن فأذن أكتر هن اللي ما بيتجهوا لله. بينما أنا اللي عم بقوله الله جعل من الموسيقى أن تجمع كل اللي بينجمعوا، هن بدي أقولك اللي بيجتمعوا بال7000 والنبات والحيوانات كلها بتسمع موسيقى، ليك العدد شو هايل، ما في شيء بيتحرك له روح إلا بيسمع موسيقى، النمل بتسمع موسيقى. فاللي بيحكوا بدو يتمتع، أنا مش عم بحكيها على فانتازية، قعدت كل عمري ناقش وحدي ناقش وحدي وشفت الموسيقى حتى بتشفي. وبالمستقبل كنت من 30 سنة عم بقولها، والموسيقى والمحبة سيشفي الأمراض المستعصية. كيف نعلم؟ هيك عم بيتم اعتمادها بالمستشفيات كرمال يعني تساعد المرضى على الشفاء بصورة أسرع. لأنه بدي أقول لك شيء، خلقت الموسيقى بالطبيعة، يعني مش الرعد هيدا بتعتبر يعني أنت بعدين لم تسمعي الريح، لم تسمعي التلج عم يتكسر مش بيت ويهبط، الوديان العصافير الطيور ما كلها مليانة موسيقى. فإذا اللي عم يحكي في بالزمان الناس منعوا الموسيقى ببلدهم، هيدا أسوأ شيء سمعته يومتها وشو زعلنا كل من شانهن، لأنه الموسيقى روح الحياة. الموسيقى مع الله يمكن هي وياه، يمكن الله خلقها بقوته لأنه تتغطي العالم هو ربحانا. نعم شفتي كيف؟ مثل اللي بيعمل مثلا شركات، شركة هاي ما بيعرفوا انه إلي، برجع بيعمل شركة ليه؟
ما بقول إلي شركة تانية تيسولوا الناس يغيروا باسم تاني. وأنا بفكر نحن مش أهم من الله، هو بيعرف كيف بده يخلي الناس تدلع على خط الخير. قد يكون المشهد الثقافي العربي اليوم متعثر نوعا ما، والبعض صار عنده قناعة راسخة على أنه العالم العربي أصبح مقبرة للفكر، وطبعا كل شيء عم بيصير حول الإنسان مرتبط بيقينه. برأيك هل بتبقى الموسيقى الحل الأمثل لترد الأمور إلى السكة الصحيحة وتخلي الفكر العربي يستقيم من جديد؟ شوفي حياتي، إذا بتاخدي الحياة مش لأن في منهم بيناقشوا ما بيكونوا متعمقين ولا بيعرفوا الموسيقى. يعني اليوم اللي بيقولوا نيتشه قال، مين نيتشه؟ فيلسوف مش هيك؟ لشو دخلوا بالموسيقى؟ هن أسوأ شيء اللي شفته بحياتي 90% من الشعراء لا يشعرون 5% بالموسيقى، ما بيعرفوا، بينبسطوا لحنولهم وكذا فتي بس ما يبقى. في منهم بيعرفوا، مش بيعرفوا كتير، بس الموسيقى مش بسط موسيقى. لما بتشوفي هلا القطع الموسيقى على الوصف، مش الوصف، تحليل الموسيقى، ما حدا كل شيء قريت قلت لهم انا قريت فلاسفه بعد ما عرضت. بيتهوفن العظيم لما بده يحكي عن الموسيقى ما يقدر، ما عنده ملكه الكلام، شو يقول؟ مثل ما بيحكي واحد غلط. هيدا بيتهوفن اللي هو موسيقي كبير ومنحلل له موسيقته، بس هو ما بيحلل موسيقته. هاي ليكي وين فايت؟ فاذا لا بامريكا ولا بالأيام اليونان ولا شي شفت نيك شو اسمه كانوا يوصفوا وصف انه بتريح، ولولا الموسيقى ما كانت حل الدنيا حلوة او كلام مثل هذا. هذا مش هذه الموسيقى. موسيقى عمق الله هو عمق الموسيقى. من هون مرة صار عم تكرم وجهي نحلي على التلفزيون 5 شعراء عم بيسألوا بدري فتحوا، قال استاذ الكلمة قبل ولا الموسيقى؟ قلت انا ما بحكي بوائحة، قلت له خي هي بدها شرح وكذا، خلينا هلا وقتنا عم نكرم. قال لا مش اصروا، اخذت شي 6-7 دقائق الشغل. قلت لهم طيب رح لكم كلمة واحدة، من وقت اللي بلشنا نناقش عم تناقشوني من بيع حوالي 800 مليون او مليار قطع موسيقية دون كلمة، من بيع شعر يمكن شي 200,000 قطعة او هم. قلت له كم مرة بتحط زيت الشعر بسيارتك؟ قال ولا مرة، بحط مرة. قلت له بتعرف الموسيقى؟ من أنا وعمري 6 سنين نفس القطع يمرقوا بحسبون جديد، لأنه الموسيقى مش متل ما عم بيخبروا عنا بلبنان والكذابين بالشرق، بيقولوا هاي موسيقى جديدة. ما في موسيقى جديدة بالعالم، في موسيقى تولد لها ولادة، أو جميلة أو لا أن تكون جميلة، يعني انطفت. وكل الأغاني اللي عم تسمعيها هلا، معليش مع احترامي وبحبهم كلهم أصحابي مغنيين، بس مش عاطيهم الله نعمة الفهم. مش ضروري أكبر مطرب ومطربة ما بتعرف تنقي غنينيها. هوا عم بحكيكي لأن اللي أنا ملحن لهم عدد ما حدا عامله، في حوالي 199 بين مطربين وأجانب، إسبانيول وفرنسوية وتليان ولبنانية وعرب. ما واحد بيفهم إذا بتسألي شيء. ويروحوا هلا ليش انضربت الموسيقى؟ ما كان أيام قبل مع الشركات المهمة ما كان ينقل بيغنوا، بيجوا سكوت، بيبقى في حدا يلي ملحن أو هو بيكون منتج بيفهم، هو البناء هو الشركة، وبيقعدوا سوا وكذا. هلا بتجي الوحدة عطوها بالملايين، مش إنه شيء نتفي، لا، كل وحدة مثلا 6 سنين بتصير معها 70 مليون. قلي لي حللي لي كيف عم يسألوني. قلت لهم انتو ليش فقرة الملحنين؟ قلت له والله يا خي نحن منتكل على البنية الفوقية الراس وكذا، ما منربح كتير فلوس. بقى هيك يعطوا، خدي صرفي صرفي، شو بتروح تجيب جارون انكيب مين المعروفين لقوية هون في بلبنان؟ كره للي له قوة، مش قوة شايف حاله، لا، على بلده. يعني كل اللي بيعلوا بلدهم بتعطيه الواحد يا استاذ، وبتعرفي بيقولوا قول رحباني عملوا لبنان وانتوا اهل لبنان، بس اللي في شغل بيعملوا لي كل شيء في ضروب بظهرك قد ما بدكن. هيدي دقيقة. وانا من اللي ما بيسأل عن شيء بالفلوس بالانتاج، يعني انا تصوري كل عمري اسأل يجوا، حتى ما كان في موسيقى، صار في موسيقى بالشارع. بشوف الكويتي والسعودي شو بمبسط لما بشوف على الانترنت قاعدين سعوديين عم بيدقوا على البيانو حبيبتي ودمي دموعي واجمل ايام حياتي.
بس كيف بدي اقول لك يعني وقفونا من 20 سنه لهلا احدى الشركات لانشيلوا الشركات هوديك وهن اصحابي وكل شيء بس وبعدنا بشكل حلو. بعد كتابك الاول نافذة القمر يلي يمكن بالظروف اللي ولد فيها حمل بطيات وصوت رصاص وريحة البارود وتنبؤات لقدام طلعت عليه مولود جديد اليوم حمل اسمك اطلع هالدنيا تحت عنوان الذئاب تصلي وفي حطيت اصبعك على الجرح وترجمت نبض الشارع. ليش هالتذمر من الحياة ومن فيها وقديت تناقض الحامل العنوان بترجم تناقض ما قد يكون الياسر رحباني اختبره؟ تقلك ليش؟ لأنه أنا من كل حياتي بسرت بالحياة مش معصب، لا مفتح وبدي بلدي أحلى من ألمانيا، وكل ما يكون عندي أوجاع جهاز هضمي أو معدة أو كذا من زمان يلي الحكيم يخيي عندك عجقة صاير براسك، بدك ألمانيا وبدك لبنان وبدك أمك ومرتك ولادك وكذا وحمل هم الدنيا والموسيقى بدك إياها هيك ولازم نشيها، وبعدني لهلأ على نفس الشيء. وشفت أنه عم ترجع لورا الدنيا بعد ما وصلوا وصل لبنان يحوي بالشرق صاروا المصريين عبد الوهاب هو عرفوا في دم متعلم وموهوب، الموهبة أولا والعلوم للآخر. صار يقعدوا هون 4 سنين قروا بيجوا هودي بيروحوا سوري يسجلوا هون وهون ويقولوا ما فيش استديوهات بلبنان وما فيش أوركسترات، هاو ناس بلا أخلاق اللي بيغنوا بيقولوا هيك، بدك تروح روح أنت أصلا اغنانيك وهو تحت الدرج منيح تسجيلهم، إذا قاعد تحت ودقهم على الطبلة بيأدي عشو. عم تقول كل الإنتاج اللي عمل من فخر الدين والمسرحيات الكبيرة على كل البحر المتوسط ما حدا طلع مسرحيات وتسجلوا بهالشكل، وين تسجلوا بلبنان؟ واحد بيسب أمه وبيو، هاو الناس اللي بيغنوا بيسبوا أمه وبيون لبنان أمه وبيون، شو بدك تقولي لهم؟ هاي دي ناس بلا أخلاق. من هم الذئاب؟ لأن عم يسألوني الذئاب. أولا كل من يحكم بالأرض ذئب، كل دول العالم، لأنه مش هاي دي الطيبة والإنسان والأخلاق. ما شفنا الله حروب وتجارب، هلا عم بيجربوا الشر الأوسط. أنا قلت بكتابي، أنت بتعرفي بكتاب نافذة القمر، قلت بدو يروح الاتحاد السوفيتي بالثمانينات كانت من 20-25 سنة، وبدو يروح توين تاورز تبع نيويورك، وبدو تزحف جحافل والبؤساء لتنهش أجساد حكام الأرض. صارت لم يعد هناك عقل، فالزلازل تصبح عدالة. ما شفت إلا الزلازل بدها تصير عدالة، لأن ما فيش عدالة بالأرض، لأنه ما إلها حق الدول الكبيرة أو أي دولة تيجي تجرب بتونس جرب بمصر يخربتوا، مش عم بيصلحوا، عم بيشوفوا قديش بيروح قتلة. وكانوا قايلين زدتوا شيء، اجا خبر ما انتشر كتير انه هن مسؤولين في 3 ملايين لازم يموتوا بالارض لتيدل مظبوط العدد تبع الانسان. لا يقولون حل تاني، مش بتيجوا نعمل حروب تنقتل. وهي هاي الدول هلا تبعنا، الله يرحم الشرق الاوسط، هلا اوروبا الله يرحمها، يعني أوروبا ما صارت تابعة على أمريكا، ما عندهم شيء. هو أبناء الشعر والفكر والاختراعات، هن اللي عملوا كل شيء. بيجوا بيقافوا إذا شفتهم أنت مثل الفطيري واقفين وراء أحد الأشخاص اللي هو مش من أوروبا، واقفين وراء لأنه بيدفع لهم مصاري. لك شو هالمهزلة هي للعالم، وين بدك تقولي اللي بدك تشوفي؟ والكون رح يحكموا، هلأ بالكتاب مكتوب يحكموا حوالى 60-70 مليون ساديين بيحبوا القتل، لأنه مليان العالم منهم، وأغنى ناس بالعالم، لأنه اتجه هلأ أوروبا كلها ما في غنية من 22 سنة طلعت وحدة إلى لارا فابيون، هيدا عيب، كان يغلي غلي الأغاني الحلوة. أمريكا ما في غنية، فإذا الخير عم يتضاءل والشر يحكم العالم مثل ما شايفي. أنت شفتي خير شي مطرح؟ في شي مرة آدمي بتلاقيه ماشي وزكي مرتاح؟ لا. مرتاح مين؟ اللي بيسرق اللي بينهب، ليه ما بيشوفوه الناس؟ أكيد الشر صار سيد الموقف بحياتنا. فإذا كتابك عم تحكي فيه عن ذئاب الكون، ذئاب الكون وكله في ذئاب، وبتنزل مثلا البترول بالأرض هني بيعملوا الحروب بيجبروا الناس، هاو ذئاب تانيين. المدارس يمكن مدراء أصحاب المدارس كمان ذئاب درجة ثالثة، بس البريء الوحيد هو الذئب الحياة الطبيعي، هذا المعطى سموه بالغلط،
هذا الحراش هذا بيأكل بيقتل تياكل إذا مشي، بس نحن نقتل لتلذذ. أسوأ مخلوق قلت أنا بالكتاب ولد بين المخلوقات الدنيا هو الإنسان، لأنه ما في إلا قتل وسرقة، ناس قليل المناح. شو فحوى صلاة ذئاب الكون؟ أي الذئاب تصلي، الذئاب تصلي، سقط العدل في الأرض، الذئاب تقرر تنفسنا، سدوم وعمورة أصبحتا الهدف، أطفال بلا طفولة، الكهولة انقرضت، الذئاب تصلي، الكل يعيش ربيعا داميا، المدافن تعج بالخادمين إليها، أولاد تلهو بعظام أبائهم، الليل أصبح نور الأرض، الذئاب تضحك ضحكة عرجاء، إنها فترة استرخاء الظلم في الأرض، الذئاب تصلي في الاحتفال الكبير من أجل المحبة، وترسل للصغار لعبا مسمومة، الذئاب تصلي، والكون يغرق رويدا رويدا في الفراغ المجهول. فعلا يعني توصيف دقيق للحالة اليوم. أولاد تلهوا بعظام أبائهم، ما كنا يقتلوا بأيام الحرب عنا، عم يقتلوا الأولاد. مرة شفت ولد مقتول شوية جاي عم يلعب بجتة، شو هيدا؟ شو هالحياة؟ ليه؟ خلق الطبيعة ما تعلموا من الطبيعة؟ أقل واحد اللي لو بيكون عم يتفلسف تخيل طلع بنجوم، طلع بالسماء، طلع بالبحر، ما بتشوف الله وعلى كل شبر، وليه عم تعملوا هيك بالدنيا؟ وليه عم تغيروا بموسيقى بشعة؟ وليه عم تعملوا شعر وصيخ؟ النظافة بالعقل هاي تبع الرؤية، هاي دي سوري يعني اللي بيكتب شعر بيقولوا له معاصر، سوري نجمي فوق كتبة شوي عين، عينك أنت لا للما بعد، والتأتي فيأتي فنصيحه الكلاب تنهش، سوري في منطق الله منطقي وروحاني ورومانسي، وإلا ما كان خلص هالجمال لما بتتجري بحياتك. والموسيقى هيك لما بيجوا بيقولوا لي من أوروبا من شارعهم إن أنا دغري فوت، قلت له لا أنت إذا ما في نغم كيف عم تشتغلوا؟ صار إنه 50 سنة بيعملوا موسيقى معاصرة، هاي المعاصرة بيقولوا لك contemporary music، هاي ما بتفوت هون. لما ما بتفوت هون يعني برا، بريت العقل، بريت على الله. إذا بدي أقعد بدي أقعد يعني بدي أقولك بدي صفوف قد ما في، لأنه مش واحد بزد كلمة إرقي جملة بيقولك إيه ما معه حق أو ما معه حق، لا تلفن لي أنا كله ما بحياتي بسكر تليفوني. نعم الياس الرحباني يلي اليوم وبعد هالمشوار بجعبته ألف الأعمال من ألحان ومهرجانات وموسيقى تصويرية وألحان دعائية ومقطوعات، شفنا أنه العتب أخذ حيز كبير من وجدانك. مزبوط. ولكن إلى جانب عتبك على الحياة وعتبك على الحكام وعلى الموسيقيين، شو الشعور اللي قريب اليوم من قلبك ومن وجدانك بعد هالمشوار الطويل؟ تعرفي لما بيمضى الوقت أنا ما قعدت ثانية بحياتي، أنا بحب أقعد مثل هول الأغاني كافي برومو القهوة الضبابية، بحب أقعد ما قعدت مرة بحياتي بس بتفرج عليهم أنا وميري، وبيجي بقعد من 11 ل 8 بالليل بألف كل حياتي. إيه تأجي هلأ هاي اللي هلأ الضرب اللي ضربوني إيه؟ من 90 لهلأ أنا ما بقدر نزل شيء، منعتنا إحدى مش منعتني بالقوة، لا سكرت وما بدها، جايين تيهدموا الفكر، ما يقولوا لي هيدا رح يبقى، هيدا كله بس يشيلون عن التلفزيون، لن تبقى أغنية واحدة. أنا عندي أغاني من 45 سنة، أغناني مهضومة وأغناني طرب وفرنساوي وإنجليزي وكلاسيك، ليش بقيوا؟ لأنه هيدي في الله بيخلق للناس عقل بيقدروا بيحبوه الناس، مثل واحد اللي بيحبوه من المسلين يبقى هيدا شاب حلو وهيدا شاب حلو، في حدا قريب للقلب أكثر، هيدا الله عطيه كاريزما، هالكاريزما موجودة بالعقل. فأنا من اللي عملتهم ما كنت أحكي، بس هلأ بتركيا مثلا كرموني بدل ما يقوموا علي دعاوي، أخذوني على تركيا وطلعت، كان جاد ابني كان ربحان بالبحر المتوسط بتركيا، ورحت أنا باللجنة وبعدين عاملين تكريم إلي 6000 شخص، وهي تركيا أوروبية وطلعوا حكيوا وسمعوهم كل العرب والعالم، قال نعتذر
من هذا المؤلف الكذا كذا بيستحي يقول شو قاله قد ما قاله، وطلعت مطربة بقيمة يعني أي مطربة كبيرة عنا من الكبار، صوتها كتير حلو، وغنت لي حنا السكران بالتركي إلى 33 سنة أخدينا، وقال هو نعتذر لأن أخذنا من هذا بدون إذن 120 أغنية تقريبا معروفين بتركيا باللغة التركية، مع الأسف ما بيطلع لي ولا حق واحد. فكل شيء سلبي بالنسبة شو هو العظيم جدا محبة الناس اللي ما بحياتي قلت رح يكون هيك، لأنه ما في امشي بدولة عربية أنا ماني مغني ولا أني مدموزيل حلوة، أنا زلمة بحكي فكر فهموا علي من زمان، لما عملت سوبر ستار عرفوا شكلي، صار ما فيني صراحة لا بيروت ولا بطرابلس ولا مطرح، مطرح ما بروح بيرقلوا، وأنا عندي أكبر فرحة لما بشوف بوستات عم تهوي بإيدها أولاد صغار. تبقى محبة الناس هي الرصيد الأكبر نفس. وأهم من أي تكريم ومن أي جائزة. مرسي كتير حبيبتي. أستاذ الياس فعلا الحديث معك ما بينشبع منه، ولكن الوقت بيدهمنا دايما، الوقت طيب. الحلو بيمضى بسرعة. بدي أشكر حضورك معنا وشكرا أنك لبيت دعوتنا، وبدي حيي روحك الحلوة وخفة دمك اللي دايما معروفة عنك ولكن اليوم لمست لما تعرفت عليك. كنا شوي أستاذ مدرسي قاسي. أهلا وسهلا فيك معنا. مرسي حبيبتي. هيدا ما أنجزوا الموسيقار الياس الرحباني، شكرا لزميلنا روي جبور، وتحياتي نور قاسماني.